خالد الأفعال تبنى وزروع الخير تجنى وعلى دنيا الأمان إنما الأعمار تفنى إنما الأعمار تفنى. استعن بالله واصبر، كن إلى الطاعة مسفر، ومن الإحسان تقدر ترتجي الرحمن حسنى الرحمن حسنى. صادق العزم تبادر، أنت في أبهى المناظر، منك ينبوع المشاعر بين إحساس ومعنى اصنع المعروف واكسب، قل مدى الأيام يا رب، منتهى الغايات مطلب، في رياض الخلد سكنى في رياض الخلد سكنى الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين، وبعد، إن تفكر الإنسان في مخلوقات الله يجعله يعلق قلبه بالله تعالى، ومن ثم يصرف عباداته لله وحده ولا يصرفها لأحد سواه، فإن العبادة حق خالص لله لا يجوز أن يصرف لأحد سواه. والعبادة تتضمن معاني عظيمة من الذل والخضوع، ومن المحبة والخوف والرجاء، ومن ثم فإن هذه المعاني لا تجتمع إلا في مقام العبودية، والعبودية حق خالص لله لا يجوز لأحد من الناس أن يصرف عبادته لغير الله تعالى. ولقد كانت دعوات الأنبياء عليهم السلام تركز على هذا الأصل العظيم، ألا وهو عبودية الله. انظر في كتاب الله كم من سياق قصة أنبياء الله التي يذكر الله فيها أن الأنبياء قالوا لأقوامهم ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن هذا المنطلق فيجب على الإنسان أن يستشعر هذا المقام العظيم، ألا وهو مقام العبودية. ومقام العبودية هو الذي تحصل به النجاة يوم القيامة، وهو الذي يكون سببا من أسباب نصرة الله للعبد، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، فمن قام بعبودية الله كفاه الله جل وعلا. وعبودية الله تنطلق من القلب، بحيث يكون الإنسان مستشعرا أن الذل والخضوع لا يكون إلا لله تعالى على وجه العبادة. وإذا استشعر الإنسان هذا المعنى كانت أموره على أكمل الوجوه وعلى أتمها. وتكمل حال الإنسان بأن يقلب حياته كلها لتكون عبادة لله تعالى، من خلال استشعار نية التقرب له جل وعلا في كل أعماله، حتى في أعماله العادية. انظر مثلا في منامك، عندما تنوي أن هذا النوم عبادة لله تعالى من خلال جعله وسيلة للقيام بتنفيذ أوامر الله والسمع والطاعة له جل وعلا، فأنت تنام لتكون نشيطا قويا قادرا على أداء ما أوجبه الله عليك من عبادات له، ومن وفاء بالعهود والمواثيق التي عقدتها على نفسك في عملك أو في غير ذلك من أمور حياتك. إن العبودية لله عز وجل هي الغاية التي جعلها الله لخلق الإنس والجن، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالتالي علينا أن نستشعر هذا المقام العظيم، ألا وهو مقام العبودية
لله تعالى. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من عباده الصالحين الذين يقومون بعبوديته جل وعلا على الإخلاص وعلى رغبة رضا الله والحصول على أجره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خالد الأفعال تبنى، وزروع الخير تجنى، وعلى دنيا الأمان إنما الأعمار تفنى، إنما الأعمار تفنى. استعن بالله واصبر، كن إلى الطاعات مسفر، ومن الإحسان تقدر، ترتجي الرحمن حسنا، ترتجي الرحمن حسنا. صادق العزم تبادر، أنت في أبهى المناظر، منك ينبوع المشاعر بين إحساس ومعنى، بين إحساس ومعنى. اصنع المعروف واكسب، قل مدى الأيام يا رب، منتهى الغايات مطلب، في رياض الخلد سكناك.